دفتر كمامة مقص دفتر كمامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا جماعة؟ زي ما عودناكم كل يوم في الدين زي ما جينا قلنا قبل كده شعرنا بعضينا. قبل ما تعمل اي حاجة ما تنساش زي ما قلنا صلي على النبي. النهارده موضوعنا مهم جدا 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 لاصحاب الكلاب. بس يا بابا بس مهم جدا جدا لاصحاب الكلاب. ايه الموضوع المهم دوت وايه حكايه الرخص؟ طبعا احنا دلوقتي بيحصل مشاكل جامده جدا بالنسبه للكلاب، بالنسبه مع الناس اللي بتمشي بالكلاب وتسيب كلابها في الشارع، بالنسبه مثلا واحد واقف تحت البيت واقف على الامه، كل ده بيعمل مشاكل وبيسبب مشاكل لاصحاب الناس اللي بتربي كلاب. مش كل الناس بتعمل مشاكل، مش كل الناس بتبقى زي بعض في تربيه الكلاب. احنا دلوقتي عشان نتكلم اي مشكله بتعمل ايه؟ بس اي مشكله رخصتك وانت ماشي بابا. بس يا بابا بس 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 رخصتك وانت ماشي، رخصة الكلب بتبقى معاك، الدفتر بتاعك معاك، الكمامة ملبسها للكلب، ماشي بالكلب بتاعي يبقى جنب رجلي، ماشي بكلبي جنب رجلي. دول الحاجات اللي انت تأمن بيهم نفسك عشان دلوقتي القانون جامد جدا بالنسبة للرخص. الكمامة الكلب ما يبقاش سايب يمين وشمال وبيمشي تخوف بيه الناس، لا، أنا دلوقتي عندي كلب بمشي بالكلب بتاعي ببقى فرحان مربي كلب والكلب بتاعي جميل ومية مية، وبنزل أتمشى وبنزل أخرج وبنزل أعمل كل حاجة. أنا مش عايز حد يكلمني، أنا بعمل التعليمات اللي منزلاها الدولة عندنا. طب هي التعليمات دي لازم؟ لازم. ليه؟ لأن ناس ياما عملت مشاكل بالكلاب. كل واحد هي كده ولا كده اصلا؟ احنا كل سنه لازم تطعم كلبك، تديله ابره السعار وبتمشي بالكمامه. لكن احنا كنا بنتغاضى مثلا اللي ايه يقول لك خلاص مش مهم ايه اطعم الكلب طالما بنزل بيه مفيش اي مشكله كده اهو. لكن الناس اللي ابتدت تعمل مشاكل بالكلاب، ابتدت تسيب الكلب يقعد الناس، ابتدت تسيب كده الكلاب سايبه، فلازم اللي انت تبقى حاسم معاها. ايه المشاكل اللي هي كانت بتعملها؟ بتسيب كلبك يعض دوت يعض ده يعض ده، الكلب فلت من صاحبه من صاحبه راح عض الناس. طبعا اللي اتعض ده ذنبه ايه؟ اللي هو يتعض، اللي هو يحصل له مشكله، اللي هو لا قدر الله يوصل للموت. تعالى بابا سيبه، اللي هو يوصل لدرجه الموت ذنبه ايه؟ ما ذنبوش حاجه. الكلب ما ذنبوش، والكلب ما ذنبوش حاجه، الذنب ذنب صاحب الكلب. يبقى انت بتتجنب المشاكل، رخصة الكلب معاك، دفتر الكمامة، امشي بالكلب معاك. الحكومة مشددة جامد جدا، غرامة 10,000 جنيه، ولو ما فيش الغرامة دي هقول لك يا عم لا ده الكلام ده كان قديم ولا حاجة. لا، لو هو لقاك ماشي على البحر أو ماشي في حتة عامة الكلب كده أهو هيسحب الكلب. الكلب لما بيجي يتسحب بيروح فين؟ بيروح الحجر الفطري، ليهم مكان مخصص بيقعد الكلب، بيتعمل عليه مزاد كل اسبوع. ما تعملش مزاد، لو انت جريت عشان تروح للكلب بيديلك غرامه على الكلب، الغرامه بتوصل من 2000 جنيه ل 4000 جنيه، وبتعد على اليوم 100 جنيه او 150 جنيه اللي هو اليوم بتاعه الاعاد. فانا طيب انا ليه قاعد ادفع كل ده وليه اتغرم؟ وانا في نظير ان انا ما يحصلش معايا كل ده، اللي انا امشي قانوني، بمشي في بلدي كويس مفيش اي مشكله، امشي كلبي جنبي الكمامه والرخصه مفيهاش اي مشكله. يجي الناس تقول لك الرخصه اصل غاليه، اصل الرخصه مش عارف ايه، ما انت بتصرف على الكلب قد ايه؟ بتصرف ايه؟ اتجنب المشاكل دي. الرخصه دي والدفتر بتعملهم كل سنه، ما بتعملهاش كل شهر كل اسبوع ولا كل شهر، كل سنه بتجيب الرخصه بتاعتك. سيان بتعمل 100، بتعمل 200، بتعمل 300 حسب كل بلد وحسب كل ايه مكان. بتعمل الرخصه دي كل سنه، الكمامه بتاعت الكلب بتبقى معاك، يعني ما فيهاش اي مشكله ما فيهاش اي حاجه. نرجع نقول مثلا الكلب بتاعك لما تيجي تخرج بيه، بتخرج بيه بعد ما يكون اخذ كل تطعيماته وكل حاجته،
التطعيم مهم جدا 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 للناس اللي عندها كلاب. الكلب بيجي يكبر ممكن ياخد تطعيم، ما انت ما تكملش معاه يجي بعد كده الكلب ما اخدش الجرعه التنشيطيه تلاقي الكلب تعب مات، لان المرض اصلا بيخش الكلب مش قادر وما عندوش مناعه بيخش يتعب الكلب. لا الكلب بتاعك مات، طب وليه؟ ما انا لما اصرف 200 300 جنيه احمايه للكلب بتاعي. فيا ريت تخلي بالك من النقط دي كويس قوي. كلبك تطعمه التطعيمين، بيطعم الكلب ما تنزلش بيه وما تحميش الكلب الا لما يكون واخد التطعيم الثاني. الكلب بتاعك يكون واخد ابره السعار بتاعته. الكلب بتاعك لما تيجي تبتدي تنزل بيه انزل وهو مترخص وهو بالكمامه وهو بالدفتر عشان تتجنب اي مشاكل. اللهم بلغت، اللهم اشهد. والحمد لله. والحمد لله كده تمام، ونكون انتهينا من حلقة النهارده. ونرجو ان تكونوا استمتعتوا معانا. يا وانا سيدنا وسادتي كنت على كتر يوم وانا بكتر حلقه القاضيه رينو رينا رينا Dim dum da na da dim da na 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 dim dum da na da dim